بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أرحب بكم حقيقة، وأنا مسرور جدا لتجدد اللقاء معكم، وأرحب أيضا بالشباب الذين جاءوا معي، جزاهم الله خير، تركوا أشغالهم وارتباطاتهم وأبوا إلا أن يشاركوكم، فأنا أرحب بهم جميعا. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية في برنامجنا القوارير، وذكرنا أن القوارير مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة رضي الله عنه، الصحابي الذي كان له صوت حسن، فكان يحدو بالإبل، يعني ينشد أشعارا بلحن للإبل حتى تمشي بسرعة في الصحراء أثناء السفر وغيره. فحدا فأسرعت الإبل، فصارت النساء وهن راكبات على الهوادج، هودج شيء يوضع فوق البعير تكون فيه المرأة، جعلت الهوادج تهتز، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الهوادج بالنساء، فقال رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، شبهها بالقوارير كالزجاج الذي ينبغي المحافظة عليه والعناية به إلى غير ذلك. نحن اليوم سنتكلم عن امرأة هي سيدة نساء أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة حقيقة لما نظرت في سيرتها وجدت أعاجب، لها بطولات وهي صغيرة، عمرها 7 سنوات، لها بطولات وهي كبيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، لدرجة أنها إذا أقبلت عليه قام صلى الله عليه وسلم إليها وقبل جبينها وأقعدها مكانه من شدة تقديره لها. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جاء إلى بيتها وسلم عليها، ثم مضى إلى بيوت نسائه. هذه المرأة هي سيدة نساء أهل الجنة كما ذكرنا، وهي أيضا قد ولدت سيدي شباب أهل الجنة، ولدت الحسن والحسين، هي فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاطمة نعلم أن أباها هو أكرم الناس وأعظمهم، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن زوجها هو الخليفة الرابع، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني اجتمعت لعلي فضائل ربما يعني قل أن تجتمع في غيره من الصحابة، مع أنه ليس هو أفضلهم رضي الله تعالى عنه، فترتيب الصحابة في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن علي رضي الله عنه أيضا له فضائل لم تكن لغيره من الصحابة الكرام. فاطمة كانت في صغرها، طبعا هي أصغر أخواتها، النبي عليه الصلاة والسلام عنده من البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، فاطمة هي أصغر هؤلاء البنات، وتوفيت أمها وهي لا تزال صغيرة، هي ولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، وتوفيت أمها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 5 أو 6 سنوات، فهي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزال صغيرة دون 10 سنين، وهي أصغر أخواتها ولم تتزوج بعد لصغر سنها، وكان لها بطولات أيضا حتى في صغر سنها، كان لها بطولات. من ذلك مثلا في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى الكعبة ليصلي عندها، تعلمون كانت الكعبة هي المكان الذي يجتمع عنده كفار قريش في نواديهم، نقصد بالنوادي يعني جلسات هكذا، يجلس هؤلاء 8-9 مع بعض يتحدثون، وهؤلاء 10 إلى آخره، فكانت حول الكعبة أصلا أسواقهم وأماكن كل شيء حول الكعبة. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى وسجد، فقال أبو جهل كان جالس مع مجموعة، قال من يمضي منكم إلى سلا جزور بني فلان، ناس قد نحروا ناقة لهم، لا ليس نحروا عفوا، قد ولدت ناقة لهم، ولدت جزورا يعني بعير صغير، فخرج منها السلا، السلا المشيمة هو الدم الذي يخرج مع الولادة، فيقول اليوم أنا مررت على المكان الفلاني وعندهم ناقة والد، يقوم واحد منكم الآن ويذهب ويأتي بالدم والفرث الذي خرج منها ويلقيه على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يدري، سجوده طويل، جلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية، في هذه الأثناء انطلق واحد من هالفجرة إلى تلك الناقة وأخذ الدم والفرث والمشيمة وغيره، أخذه والدم يتقاطر بين يديه والرائحة المنتنة، وأقبل والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد على ريح طيبه وطيب نفسه ورفعة قدره، وهو عليه الصلاة والسلام كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، عرقه صلى الله عليه وسلم طيب،
يعني مرة من المرات كانت أم سلمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم نايم عرق, فكانت تأخذ معها قطعة من يعني يعني إما قطعة من ورق أو نحو ذلك وتسلت بها العرق, تجمع العرق ثم تجعله في قارورة عندها. فاستيقظ أم سلمة تجمع عرقه, قال يا أم سلمة ما بالك؟ قالت عرقك يا رسول الله نجعله مع طيبنا فيكون ريحته أطيب, فهو أطيب الطيب عرقه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس كنت إذا صافحته عليه الصلاة والسلام كأنما أخرجت يده من جؤنة عطار. جؤنة العطار هو الإناء الذي العطار يخلط فيه الطيب. يقول أنس لما أصافحه وأشم يدي والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في جؤنة العطار وأخرجها ثم صافحني. فتخيل رجلا بهذا الريح الطيب وبهذا اللباس الحسن وبهذه العناية بالمظهر وبالنفس وبهذا العز والشرف, فهو من قريش ومن بني هاشم ورجل كبير في السن, يعني ليس شابا أبو 10 سنوات أو غلاما أبو 10 سنوات أو شابا أبو 20 سنة 25 سنة, لا رجل جاوز عمره 40 وربما جاوز 50 وهو له لحيته وعنده زوجه وبنات وأولاد, ويأتي ساجدا ويأتي الخبيث معه السلى ويضعه على رقبة عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما انتبه إلا الدم يسيل عن جانبيه والرائحة المنتنة ودم وفرث أمام أنفه, لا يستطيع يرفع لأنه لو رفع سوف يتساقط بقية السلى على جسمه على بقية ثيابه, وهو الآن اختلط بشعره ولحيته. ففي هذه الأثناء الصحابة طبعا قريش الذين ألقوه ماذا فعلوا؟ جعل الخبثاء يميل بعضهم إلى بعض من شدة الضحك. شفت لما واحد يضحك يضحك إلى درجة أنه يقع على جنبه من شدة الضحك, من شدة غلبة الضحك عليه الكفار, من شدة غلبة الضحك صار الواحد ما يستطيع أن يمسك نفسه فيقع على الذي بجانبه. والصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ضعفاء, عبد الله بن مسعود, بلال, خباب, يعني ماذا سيفعلون به لو أقبلوا حرك شيئا وهم يضحكون. فلم يقبل ويشق غمام هذا الخوف والفزع والرهبة من الكافرين إلا فتاة عمرها 7 سنوات فاطمة, كانت تلعب عند بيتها فرأت أباها على هذا الحال فأقبلت تجري. فاطمة أقبلت تجري, عمرها 7 سنوات تجري حتى أقبلت بيديها الصغيرتين تبعد سلى الجزور عن رقبة أبيها. طبعا تخيل كل فتاة بأبيها معجبة, عادة الأب من أصعب اللحظات عليه أن يهان أمام أولاده, يعني أنا ممكن أتعرض لضرب في أي مكان لكن تضربني أمام أولادي الصغار وهم يروني هذا صعب علي جدا, وهم يروني الآن أنا القائد للبيت وأنا القوي وأنا أحسن واحد وأقوى واحد وأنت أبونا ويفتخرون بي ثم أهان أمامهم, فكيف إذا كان الأولاد صغارا؟ يعني لو كان أنا أهان أمام أولادي وأعمارهم في 20 والـ30 ربما كبار ويفهمون, لكن لما يكون ابني أبو 7 سنوات وأبوه ينضرب أمامه هذه صعبة, فما بالك إذا كان ما ينضرب, إذا كان يهان أكثر, إذا كان يوضع على رقبة سلى الجزور, أمر عظيم. وبعدين الذي يراه ليس ابنه القاسم أو إبراهيم أو عبد الله, هذا ماتوا صغارا, الذي يراه بنته أصغر بناته أصغر ذريته, هذه أم فاطمة أو إبراهيم أو عبد الله, هذا ماتوا صغارا, الذي يراه بنته أصغر بناته أصغر ذريته, هذه أم فاطمة تأتي وتبعد سلى الجزور وهي تبكي وتسبهم. بالله عليك إيش السب الذي ستسبه بنت عمرها 7 سنوات تسبهم؟ يعني ليش تفعلون هذا بأبي؟ إيش فعل فيكم؟ ما بماذا ضركم؟ وتبكي وتبعد سلى الجزور, والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يود لو أنه أمسك ابنته وضمها إلى صدره. أمها ميتة وعمرها 7 سنوات ولا إخوان لا أعمام لا أخوال لا أبناء عم ينصرونها, وهؤلاء الكفار كأنهم وحوش جالس بعضهم إلى بعض قد بلغ بهم الفجور والكفر والاعتداء مبلغه, وهي الصغيرة فاطمة هم 7 سنوات تبعده وتبكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبعد هذا عنه رفع ثم رفع يديه قال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة, اللهم عليك بشيبة بن ربيعة, اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, اللهم, ودعا على هؤلاء السبعة عليه الصلاة والسلام. انتهى من صلاته وأخذ ابنته ومضى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء السبعة في أول معركة
وقعت بين المسلمين وقريش في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة. أول معركة وقعت بين المسلمين وقريش، قتل هؤلاء السبعة وجروا إلى قليب بدر الذي جمعت فيه جثث المشركين وألقوا فيه. لكن لك أن تقف سبحان الله إلى موقف هذه الصغيرة، يعني أنا أعجب بالله يا شباب الآن، يعني الآن أطفالنا أبو 7 سنوات و8 سنوات، إيش همه الذي يعيشه؟ إيش فكره الذي يتبناه؟ كيف يعيش هذا الطفل اليوم إذا كانت فاطمة عمرها 7 سنوات وبهذا المفهوم، وتحمل سل الجزور وتسبهم وتذهب مع أبيها؟ يا أخي كأنها 40 سنة عمرها، ليس كأنها 7 سنوات، بهذا الفكر وهذا التصرف. يعني ما قالت لا أخاف يضربوني وجاءت وأبعدت السلة وهربت، لا، أقبلت تبعده بكل هدوء وتسبهم وتقف بجانب أبيها وعمرها 7 سنوات. طبعا لا شك أن تربية النبي عليه الصلاة والسلام متميزة، نكون واضحين يعني. وتربية خديجة أيضا أم المؤمنين لها فيما أدركته من سنواتها كانت متميزة. تربية النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تربية عادية، لها تربية متميزة لدرجة أنه يعني أخرج مثل هذه القدرات. العجيب أن فاطمة كبرت، طبعا هي ولدت في السنة الثانية قبل البعثة، يعني كما ذكرنا، يعني لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 38 سنة ولدت فاطمة، ثم بعث عليه الصلاة والسلام، يعني نبئ بالرسالة وعمره كم؟ عمره 40 سنة. عاشت بداية الإسلام في مكة، وكانت تسمع الكفار يقولون مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، كل هذه الأمور كانت تطرق سمعها وتسمعها، وبالتالي كونت عندها يعني قدرة على مواجهة مثل هذه الأمور منذ صغرها. هي ما ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب وتربت في قصر منيف وخادمات وسائقين، تربت في بيت كان فيه فقر وفي حاجة، والأب الذي هو صاحب هذا البيت عنده أنواع من الابتلاء مع قومه، ومع ذلك كانت يعني تلاحظ هذا كله. عاصرت أيضا فاطمة الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة، ورأت المسلمين وهم يضيق عليهم في دينهم في مكة فيهاجروا إلى الحبشة، ورأت أن لما عادوا، ورأت الهجرة الثانية أيضا لما هاجر بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. من مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة الزهراء الطاهرة بنت الطاهر عليه الصلاة والسلام، من مناقبها أن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه انقطع من جميع أولاده إلا من فاطمة. طبعا نعلم أن أولاده والقاسم وعبد الله وإبراهيم، عبد الله أيضا بعض العلماء يشكك هل ولد له ولد اسمه عبد الله أم لا، لكن المقصود القاسم وإبراهيم وعبد الله إن كان موجودا ماتوا صغارا. رقية وأم كلثوم وزينب أيضا لم يكن لهم نسل يبقى، لم يكن لهم نسل يبقى. زينب زوجها أبو العاص، ورقية وأم كلثوم زوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه، تزوج إحداهما ثم لما مات تزوجه النبي عليه الصلاة والسلام الثانية، وكلاهما ماتت في عهد النبي، بل كل الثلاث حتى زينب كلهم ماتوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة هي التي بقيت بعد وفاته وتوفيت بعده ب6 أشهر رضي الله تعالى عنها. المقصود أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام انقطع من جميع بناته إلا من فاطمة، ولدت الحسن والحسين وأم كلثوم، ولدت الثلاثة ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، فتناسل النسل من هؤلاء، تناسل النسل من الحسن من الحسين ومن أم كلثوم. أم كلثوم سيأتي إن شاء الله ترجمتها وسيرتها معنا في هالبرنامج القوارير. تزوجها عمر بن الخطاب وولدت له علي بن عمر وأظن زينب أو زيد، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل الكلام عليه. ثم هؤلاء ولد لهم. من مناقبها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها هي سيدة نساء أهل الجنة كما روى ذلك الحاكم وغيره. فاطمة كان لها مشاركات في الجهاد مع المسلمين، لما كانت معركة بدر خرجت مع المسلمين وكانت أيضا تسقي المجاهدين. وكنا ذكرنا سابقا حتى ما ينفتح علينا باب بعض الناس الذين يقولون طيب ليش المرأة اليوم ما تكون جندية في الجيش؟ ليش؟ نقول يا جماعة أصلا عدد المسلمين في بداية الإسلام كان قليلا. معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر كل من استطاع فلا يخرج معه إلا 314، العدد قليل أساسا. في معركة أحد يخرج معه 950 والكفار 3000، ثم يرجع منها 950 يرجع منهم يعني أكثر من 300، فلا يبقى إلا عدد قليل. فكان أصلا العدد القليل من الرجال يجعلهم يحتاجون إلى ناس يطبخون الطعام، ربما غسلوا الملابس، يداون الجرحى، يحضرون ماء يسقونهم،
فلما يقول 50 رجلا لخدمتنا كم سيبقى طيب للقتال؟ فكانوا يحتاجون. ففاطمة رضي الله عنها كانت ممن يخرج في ذلك. كيف كان تعامل فاطمة مع زوجات أبيها، مع عائشة، مع زينب بنت جحش، ومع صفية، ومع أم سلمة؟ كيف كانت العلاقة بينها وبينهم؟ كيف كانت وفاتها رضي الله تعالى عنها؟ هذا سنفصله إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كنا تكلمنا قبل قليل مع الشباب عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعن وقفت على علاقة فاطمة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا فاطمة توفيت أمها مبكرة في مكة، ولم يكن لأمها ضرة معها، إنما لما توفيت خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة في مكة وهاجر بها، ثم تزوج في المدينة عائشة وتزوج بقية النساء عليه الصلاة والسلام. عائشة وفاطمة، كانت فاطمة أكبر سنا من عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعمرها 9 أو 10 سنين، وفاطمة تزوجت عليا في السنة الثانية للهجرة، بعد الهجرة بسنتين، يعني معركة بدر، وكان عمرها 18 عاما لما تزوجها علي. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أظن في السنة الأولى تقريبا للهجرة وعمرها 9 سنوات، فكانت فاطمة عمرها ربما أكثر. يا سعود، يا شيخ، بالنسبة لسن الزواج، ما هو السن الأمثل للزواج سواء للفتيات أو للأولاد؟ جميل، بل أنا سأطرح لك سؤال ثاني، ليس مسألة السن الأمثل للزواج. ألا تلاحظون أن، طبعا هو ليس موضوعنا في الحلقة، لكن ألا تلاحظون أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وعمرها 9 سنوات، يعني في النفس منه شيء عند بعض الناس، ويقول يا أخي كيف، شو رأيكم أنت؟ طفلة يعني. تعتبر طفلة أحيانا. إيه يعني طفلة وعمرها 9 سنوات. العجيب، كنت أبحث في سيرة عائشة فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبها يعني مثل ما نقول نحن حجزها، مثل ما يأتي واحد مثلا إليك وعندك بنت عمرها 13 سنة مثلا، تدرس في أولى متوسط مثلا، أولى إعدادي يعني بعض الدول، فيقول لك اسمع ترى فلانة لولدي إن شاء الله حاجزينها، فتقول خلاص. طبعا خلاص لا يعني أنه تزوجها، فإذا وصل عمرها مثلا إلى 16 إلى 18 يأتي ويتزوجها الزواج المعروف، لكن يسمونه حجز. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وخطبها وعمرها 7 سنوات، يقولون فلما جاء وخطبها كانت مخطوبة أصلا، كانت مخطوبة. فقال أبو بكر يا رسول الله حي هلا وسهلا، خطبها في مكة، قال حي هلا وسهلا يا رسول الله لكنها مخطوبة وعمرها، إذا كان الوضع عندهم عادي أنها تخطب عمرها 6 أو 7 سنين، فسأذهب وأستأذن ممن خطبها. يقولون فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى الذي خطبها، فلما أقبل إلى بيته فإذا هو سكران مع أبيه وينشدان بسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما يحتاج استأذن ما دام أن هذه أولها، اللي هذا أوله يبغض آخره، ينعاف تاليه مثل ما يقولون. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه إياها، يعني تمم الخطبة، ثم لما صار عمرها 9 دخل بها. طبعا أيضا لابد أن ننتبه يا جماعة، طبيعة المرأة إذا بلغت وصار جسمها مناسبا للزواج، فما الذي يمنع من ذلك؟ الآن في بعض الدول، أنا كنت أتكلم مع أحد الإخوة، فكنت أقول له أنه طيب تزوج من أحد البلدان الشام، فكنت أقول له تزوج وكذا، فكان يسألني قال طيب أتزوج كم عمرها؟ قلت يعني خذ واحدة عمرها 19 18. قال يا شيخ أخذ طفلة، كيف طفلة 18 19؟ نحن عندنا في السعودية 18 19 ربما عندها طفلين أو 3، ولا لا يا شباب؟ صحيح. إيه يعني أحيانا عندنا تتزوج عمرها 15 فعمرها 18 معها طفلان، فقلت كيف يا أخي؟ قال والله الزواج عندنا 26 27، هذا السن الطبيعي للمرأة للزواج، هكذا ثقافتهم في بلدتهم. تعال إلى بعض البلدان اليوم، مثلا في اليمن الزواج مبكر عندهم جدا، كذا طبيعة البلد وطبيعة النساء وحرارة الجو وطبيعة الطقس وغير ذلك يجعل الفتاة تبلغ مبكرة وتظهر عليها علامات الأنوثة وغير ذلك، وبالتالي يصح تتزوج. فكانوا في مكة أصلا العرب أساسا هذه ثقافتهم، هذه طبيعتهم، هذه عاداتهم، هذه تقاليدهم، فمن الطبيعي. فلما يأتيك واحد اليوم ويقول يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج هذه الفتاة وطفلة عمرها 9 سنوات، نقول طفلة بمفهومك أنت، لكن لا تقس الموضوع بمفهومك بعد 1400 سنة، قسه بمفاهيمهم هم. تعال انظر أصلا النساء اللي غير عائشة متى تزوجن، تعال انظر إلى حفصة تزوجت زوجها الأول عمرها كم، تعال انظر إلى سودة زوجها الأول عمرها كم، أسماء بنت عميس التي تزوجها أبو بكر
بعد ما تزوج بعد ما مات عنها جعفر، كم كان عمرها لما تزوجها جعفر؟ فكان المسألة عندهم عادية ترى. إلى عهد قريب كان أجدادنا وأبانا إلى 13-14 متزوجين. أحسنت أحسنت، إلى عهد قريب نعم، هذا واقع يا تركي. طيب شيخ نشكرك على هذا الأسئلة. الله يحفظك، جزاك الله خير. شيخ بالنسبة لفاطمة، هل وقع بينها خلافي وعائشة؟ جميل. طبعا عائشة وفاطمة كانتا يعني يعيشان تقريبا في بيت واحد تقريبا، لأن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فدائما تأتي إلى بيته، وهذه زوجة أبيها. وكانت فاطمة تجالس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون بفضلها ومحبته لها، لدرجة أنه يكون جالس مع نسائه وتقبل فاطمة فيقوم إليها ويجلسها مكانه، شوف يعني شدة المحبة، فكانوا يعرفون قدرها. وكانت فاطمة رضي الله عنها ما بينها أي إشكال مع عائشة، بل إن فاطمة كانت تسر أحيانا ببعض ما تريد لعائشة. مثال، علي رضي الله عنه قال يوما لفاطمة: إن أباك قد جاءه سبي، سبي يعني حصل معركة بينه وبين الكفار وسبى منهم سبيا، يقول: فذهبي فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة طرقت الباب، النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، من موجود؟ عائشة. سألتها عائشة: ماذا تريدين؟ ما قالت فاطمة: ما دخلك أنت، أنت زوجة أبي، أنت ما أطلع أسراري. لا، عادي قالت: والله يا عائشة أنا عندي ظروف وعندي كذا وكذا وأتعب، وأريد من أبي أنه يساعدني بخادمة من السبي، فأخرجت لها ما في نفسها. لو كان في نفس فاطمة شيء على عائشة لما تكلمت معها، قالتها موضوع خاص بيني وبين أبي، وتركتها ومضت. لكن دليل أن العلاقة بينهما أصلا كانت علاقة رائعة. وكذلك عائشة كانت تكرم فاطمة أيما إكرام، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتزورها في مرضها، حتى يعني في الحديث الصحيح الذي روته عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معنا، تقول: فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نفس طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم تمشي فاطمة، شوف يعني تدري إن هذه بنته. أحيانا بعض الناس يتشابهون بالصوت بالشكل، أحيانا بالطباع بالحركات، تقول: يا أخي هذا يشبه فلان، فتسألها: أنت يقرب لك فلان؟ فيقول لك نعم، فإذا هو أخوه. أحيانا تقول: فجاءت وجلست بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فأسر إليها حديثا، وضع أذنها فمه عند أذنها وقال لها كلمتين فبكت، فاستعجبهم: ليش تبكي؟ إيش قال لها يا ترى؟ لكن ما يقدرون، ما يستطيعون أن يسألوا: إيش قلت لها؟ إيش قال لك؟ سر بينه وبين بنته. فسكتوا، ثم لما رآها تبكي اقترب إليها وأسر إليها بحديث آخر فضحكت. قالت عائشة: ما رأيت عجبا كاليوم، بكاء ثم ضحك، يعني يا بكاء يا ضحك، بكاء وضحك بكلمتين، بكاء وضحك. تقول: فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قلت لها: يا فاطمة، ماذا أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا سر والله ما أخبره. ما قالت عائشة: يا رسول الله إيش قلت لها؟ خلاص هذا سر بينه وبنته، أنا إيش دخلني. تقول: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام سألت فاطمة مرة أخرى، قلت: يا فاطمة، بماذا أسر إليك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إنه قد قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن، يعني راجع معي القرآن، في كل سنة مرة، وإنه هذه السنة عارض القرآن معي مرتين، راجع القرآن مرتين، وما أراه إلا حضور أجلي، ما أظن إلا أني بموت، فجبريل راجع معي القرآن جيدا حتى أموت وأنا حافظ صح 100%. تقول: فبكيت. تقول: ثم أسر إلي أخرى وقال: أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أو قال لها: إنك أسرع أهلي لحوقا بي، أنت أول واحد بيموت من أهلي بعدي أنت. تقول: فضحكت، يعني أنني سأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأكون سيدة نساء أهل الجنة. هيا نايف. شكرا يا دكتور على إتاحة الفرصة. سم الله عدوك. عرفنا أن الصحابية الجليلة فاطمة تزوجت في سن مبكر وغيرها من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهم، هل قلة المهور في ذاك الزمن جميل سبب في ذلك غير جميل. أيامنا هذه شكلك بتعرس مزودين عليك في المهر يا أخي. يا أخي تعال عندي وأدبر لك واحدة يا أخي بلاش. طبعا علي تزوج فاطمة بدرع
ما كان عنده شيء لما ناداه النبي. طبعا فاطمة خطبت مرارا قبل علي وما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمرها 18 كان، وعلي عمره 26 لما تزوجها، بس ما كان عنده شيء أصلا. علي نشأ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه كان فقيرا، وعلي كان فقيرا نشأ، ما في شيء يعني عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لعلي اذهب واخطب فاطمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فأين درعك؟ عندك درع أذكر أعطيناك إياها؟ قال نعم يا رسول الله موجودة. قال باعها، باعها ب470 درهم، ب470 درهما، وجاء وقدمها وتزوج فاطمة. يقولون كان جهازها في البيت، الآن جهاز البنات السرير الفاخر والغرفة ومدري إيش وإلى آخره، يكلف له ربما مئات الآلاف. كان جهازها مخدة وفراش ورحى وبساط، هذا جهاز البيت كله الذي كان في بيت فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها علي. ثم بعد ذلك فتحت الدنيا عليهما ورزقهم الله تعالى بالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. حقيقة الإخوة يشيرون أن الوقت انتهى، وأنا ما انتهى الكلام اللي عندي، وأظن عندكم أسئلتكم ما انتهت، ولسه أيضا أحمد ومساعد ما سمعنا معهم منهم، لكن إن شاء الله لعلنا نسمع في حلقة أخرى. أسأل الله لكم التوفيق يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله أن يجزي الإخوة أيضا في قناة يقرأ خير الجزاء على حرصهم على تفعيل مثل هذه المواضيع والعناية بها. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.